وجدنا بعض النماذج في حقبات التاريخ أن هناك من استعمل الدين مطية لنفسه ولكي يصل إلى سدة الحكم والاستعباد الجماهير، فحكم باسم الله مستعبدا عباد الله، مستبدا برأيه، ظالما لغيره، قابضا على مقدرات البلاد والعباد، فأفسد ما أفسد فيها. كم نموذج نماذج عبر التاريخ؟ فإذا يساوي الدين مطية لأصحاب المآرب السلطوية وصاحب الخطاب الديني إنما يستعمله لاسترقاق الناس. ترى فرد منشور لأحد شبابنا الواعين والذين أكن لهم الاحترام لوعيه لثقافته لنجابته، نجيب واقعا، اليوم قرأت له هيك منشور ويجيبوا لك أمثلة. شوف الحكومة الأموية حكمت باسم الله والدين، سفكت الدماء وهتكت الأعراض. شوف عصر الاستبداد العباسي شنو سوى، شوف المماليك شنو سووا، شوف العثمانيين شنو سووا، شوفوا ما أدري بعد أمثلة وأمثلة. شوفوا بعض التيارات الإسلامية، الإسلام السياسي شنو سوت. فهذا يعني الدين أو اختلاق واختراع اخترعه أصحاب المآرب ليستعبدوا به الناس. وفكرة الإله أيضا نابعة من هذا، وإذا تريد شاهد عصر الاستبداد الكنسي، مو هالشكل، هذا تعميم، تعميم ما إلى معنى، هذا مو عقل، هذا مو منطق، هذا مو إنصاف.